طقس الآن تشهد عدة ولايات من وسط وشرق البلاد تهطل أمطار غزيرة مصحوبة أحيانا ببرد. تقلبات جوية كان قد توقعها أمس الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة من صنف البرتقالي. وكما تشاهدون في هذه الصور يتواصل تساقط الأمطار بغزارة، مما تسبب في شل حركة المرور في العديد من المحاور بالعاصمة. ولمتابعة آخر تطورات التقلبات الجوية عبر الوطن نربط الاتصال بالعقيد فاروق عاشور المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية. سيدي، هي أمطار طال انتظارها، نرجوه اليوم غيث رحمة، لكن كمية الأمطار المتساقطة تبدو كبيرة، فهل تسببت هذه الأمطار في خسائر مادية وما هي أهم نقاط تدخل فرق الحماية المدنية؟ أكيد أن رأيت التقلبات الجوية خاصة السقوط المعتبرة من الأمطار، تدخلت إسعافاتنا عدد معتبر من التدخلات على مستوى عدة ولايات، أهمها على مستوى ولاية وهران، شريف، شريف غليزان، بومرداس، تسمسلت، وخاصة على مستوى الجهة الغربية لجزائر العاصمة، حيث تم تدخل في عدة بلديات. أذكر أهمها كانت على مستوى ولاية دراريا، وين تم إنقاذ شخصين كانوا على مدى سيارتين نظرا كانت هناك يعني خطر نظرا لارتفاع كبير من صوب الأمطار. العمليات راهي متواصلة لحد الآن من أجل تقديم كل الدعم للمواطنين الكرام، وبهذه المناسبة ندعو المواطنين الكرام خاصة السواق للالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، تجنب التنقلات إلا للضرورة في هذا الوقت اللي يعرف تساقط معتبر من الأمطار، وهي الأمطار متواصلة لحد الساعة، تبقى الحيطة والحذر مطلوبة، وتبقى كل وحدات الحماية المدنية مجندة لتقديم الإسعافات لمواطن الكرام إذا كانت هناك ضرورة. تبقى خاصة رقم الأخطر 1021 في تصرف المواطن الكرام. مرة أخرى نؤكد على ضرورة الالتزام بالحيطة والحذر. طيب، شكرا لك سيدي على هذا التدخل.